هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية. نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين جميعا بكل الخير. نلتقيكم في كلام مسؤول. أنا رولا تراوني، زميلتي مؤمنة فاعور وزميلي أسيد خريسات. اليوم نتحدث ولكن أكثر عن ما يسمى بمفهوم المصرفية الخاصة. كيف هو اتجاهها العام في عام 2016 في ظل بروز التحديات الجديدة وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط والاستمرار بهذه التراجعات، إحجام عن الإنفاق، خطط وإعادة هيكلة جديدة؟ كيف ينظر أصحاب الثروات الكبيرة إلى استثماراتهم وكيف يضمنون لها النمو وحتى عدم الوصول إلى الخسارة؟ إدارة المخاطر، كيف تترجم هذه المرة التصرف في السيولة التي تعاني الأسواق من فترة من شحها؟ كل ذلك نناقش اليوم مع ضيفنا في استوديو البرنامج السيد خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار. أهلا ومرحبا بك معنا في كلام مسؤول. أهلين. ونعرف السادة المشاهدين بجانب عن سيرتك المهنية. إذن بدوري أرحب بالسيد خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار مجددا. أهلا بك معنا سيد خالد. في البداية لنتحدث عن وضع البنك الذي شهد بعض الانخفاض في أرباحه خلال الربع الأخير من العام الماضي، كانت قد عزيت بعض الأسباب إلى ارتفاع خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات المتوفرة للبيع، تراجعت إلى 23 مليون درهم إماراتي. لنفسر أولا ما هي الاستثمارات المتوفرة للبيع لدى بنك الاستثمار. بنك الإمارات للاستثمار هو بالأساس بنك بركز على الأثرياء كمجموعة من العملاء. عندنا طبعا ميزانيتنا وعندنا أموال العملاء. بالنسبة لميزانيتنا، وانت عم تسألي عن ميزانيتنا احنا اللي هي البروبرايتري انفستمنت تبعتنا، استثماراتنا الخاصة كاستثمارات، طبعا احنا عندنا محفظة واسعة اللي بتغطي اصول من انواع مختلفة وبمناطق جغرافية مختلفة، والظروف العامة بالاسواق خلال السنة 2015 كانت صعبة جدا على الجميع، وصار في تراجعات باسعار الأصول عموما حول العالم وكل أنواعها. فبهذا التأثير برضو إحنا المحفظة الاستثمارية تبعنا تأثرت أيضا بهذا الموضوع. نعم، ولكن بخصوص التنوع، تنوع المحافظ الاستثمارية، ما هي أكثر الأسواق التي تتركز فيها استثماراتكم وفي أي قطاعات؟ يعني إحنا بالأساس لأنه عندنا ميزانية اللي بنحاول نستخدمها، أو عندنا موجودات اللي بنحاول نستخدمها. نعم. في خدماتنا للعملاء، لأن أولويتنا هي خدمات العملاء. نعم. فهذه الموجودات نستخدمها بطريقة اللي تكون دائما متواجدة للاستعمال في مواضيع الإقراض وفي مواضيع الاستثمارات اللي بتخص عملائنا. لذلك المحفظة تبعنا بتكون دائما يعني مايلة إلى السيولة أكثر، فبتكون بالسندات، بالأسهم، بالأدوات اللي ممكن تتداول وتكون سائلة وممكن تحويلها إلى نقد يعني في فترة قصيرة جدا. نعم. نلحظ يعني في تقرير الحقيقة قمتم بإعداده عن طبيعة توجه الاستثمارات في المنطقة، ويبدو أنه في انقسام حول من هو متفائل بطبيعة الاستثمارات وأين تتجه الاستثمارات في الفترة القادمة، وبين من هو متشائم. كيف تنصحون المتشائم وليس المتفائل؟ لأن دائما المتفائل عنده مقدرة حتى أنه يخاطر أو يدخل في الأسواق يجدها فرصة. المتشائم
كيف تتصرفون في الكاش لديه أو النقد؟ ماذا تنصحونه عندما فعلا تزداد المخاطر وتشعر من طرفه أنه يحجم عن الاستثمار فيها؟ يعني صعب كثير أنه الواحد يوصل لمرحلة أنه يفرض رأيه على عملائه من هذا الموضوع. لما يكون الظروف الاستثمارية صعبة بهذا الشكل ويكون في تردد كبير عند الناس، وإحنا كمان كمستثمرين وكأدفايزرز كناس نعطي الرأي بما يخص النصيحة بما يخص الاستثمار كمان، برضو إحنا حذرين. فما راح تلاقي إنه إحنا في بنلعب دور إنه نحاول نقنعه إنه يتحول من النقد بمرحلة صعبة إلى الاستثمار. بالعكس برضو منقول إحنا لما نكون الظروف السوقية مذبذبة عالية فيها بننصح العملاء إلى حد كبير إنه يأخذوا مواقف متحفظة وما يقفزوا إلى المجهول. ما بتقدموا النصح مثلاً بالاستثمارات الآمنة بعوائد أقل؟ تطرحوا طبعاً هذا البديل طبعاً طبعاً طبعاً. لكن وين كانت؟ وين شفتوها بال 2016؟ اللي مهم كتير خليه بالبال هو إنه من التقرير اللي أشرتي إليه قبل دقيقة إنه عملائنا إحنا والأثرياء عموما في المنطقة دائما لما بنطرح عليهم السؤال هل هم بيحبوا يعظموا ثروتهم ولا بيحبوا يحافظوا عليها، هم دائما بشكل يعني أغلبية كبيرة بفضلوا تعظيم الثروة، فهم بطبيعتهم عندهم استعداد لأخذ المخاطر. هلا اللي بيحصل انه هم بياخذوا هذه المخاطر اكثر بالاصول اللي هم بيشعروا في نوع من الراحه فيها. اهم هذه الاصول اللي بيحطوا فلوسهم فيها اكثر وبيكونوا مستعدين يتوجهوا لها اكثر هي الشركات والمؤسسات اللي هم قائمين عليها، فهم طبيعتهم عاده انتربرينورز رواد اعمال، فهم عندهم يعني مخاطره في عملهم اليومي التجاري، فبيوجهوا كثير من اموالهم بهذا المكان. طيب. وبرضه بيوجهوا اموالهم كمان للعقار، فوجدنا عموما هم بيشعروا انه بين العقار وبين استثماراتهم اللي هي بيديروها بيدهم بيشعروا انه هذه مكان امن للاستثمار. طيب العقار هل يستحوذ على نصيب الاهتمام الأكبر من قبل عملائكم الأفراد؟ وكم قيمة هذه الاستثمارات؟ يعني ليست الاستثمارات ككل، فقط الأفراد. إحنا عملائنا لما بتعاملوا معنا بتعاملوا عن طريق منصتنا للاستثمار غالبيا في الموجودات اللي بتكون فيها بعض السيولة. العقار إحنا ممكن نتعاون مع عملائنا لترتيب أوراق debt instruments، الدين، أوراق دين متعلقة بالعقار، فهذا دور من الأدوار اللي ممكن نلعبه مع عملائنا. لكن لما يكون العميل عنده استثمار كبير في عقار معين ما راح يكون هذا الاستثمار بالضرورة موجود على منصتنا. فإحنا لما بنقول إنه عندنا إحنا موجودات أو أصول تحت إدارتنا بحدود 10 مليار درهم كبنك الإمارات للاستثمار، هذا ما بيشمل قيمة استثمار الأفراد 10 مليارات، هذا قيمة استثمارات اللي إحنا منديرها. من ضمنها حوالي 77% للعملاء وحوالي 30% لنا إحنا كمحفظتنا إحنا يعني كبنك. يعني 70% من 10 مليارات هي للأفراد للعملاء فقط. اللي عملاء البنك. هذه 7 مليارات ما راح تكون هي بتشمل قيمة عقاراتهم اللي بيستثمروا فيها لأنها ما بتركب بمنصتنا، يعني عقارات توقف لحالها. نعم سيد خالد، الآن دعني أسألك عن موضوع مهم وهو إدارة المخاطر خصوصا في ظل هذه الظروف. كما نعلم أنواع المخاطر هي نوعين، داخلية وخارجية. هناك الخارجية التي لا نستطيع أن نسيطر عليها كما الجميع يعلمها من الظروف الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط إلى آخره. في ظل هذه الظروف ما هي إدارة المخاطر لديكم؟ وكيف كما أشارت يعني أعود إلى السؤال الزميلة رولا، ما هي الفرص أو أين القطاعات التي ترونها فرصة جيدة بالنسبة للمستثمرين في هذه الظروف؟ هذا سؤال سهل لكن جوابه كتير معقد، لأنه كل هذه المجالات اللي نتكلم عنها للفرص للاستثمار عم تتغير لحظة بلحظة. نعم. ودائما الاستثمار بيعتمد على القيمة السوقية للأصول، فإذا كان سعر الأسهم في سوق معين كان مرتفع بعض الشيء وإحنا بكون عنا انطباع إنه هذا السعر مرتفع، نصيحتنا للمستثمر إنه ما تستثمر بهذا السوق لأنه سعره مرتفع. نعم. لكن لما بنزل سعره للسهم
بوصل لمرحلة أنه بكون في شعور أنه ما رح ينزل أكثر كمان، لأنه ما بدك أنت تقول له تعال اشتري والسعر عم بنزل. لكن لما يصير في نوع من الاستقرار بالسعر، لما يكون هو السعر واطي نسبيا ومستقر، وقتها بكون في فرصة للناس أنها ترجع تستثمر بهذا الأصول، لأنه سعرها صار مناسب أكثر. فكتير بيعتمد على الأسعار تبعت الأصول المختلفة بمراحل مختلفة، وبالتالي هذا يعتمد على نوعية الاستثمار، هي طويلة أم متوسطة أم قصيرة الأمد بالنسبة للأفراد. بالنسبة لإحصائياتكم، بالنسبة للمستثمرين لديكم، ما هي الجزء الأكبر من نوعية المستثمرين أو نوعية الاستثمار؟ وبالتالي هذا يؤثر بطبيعة الحال بمدى تذبذب الأسواق المالية كما شاهدناها خلال الفترة الأخيرة، على الأقل خلال آخر 6 أشهر. يعني احنا بنتعامل مع عملائنا باستثماراتهم عموما، لكن بالاساس بالنقد وبالادوات اللي متداوله في الاسواق، يعني اسهم، سندات، ذهب، كوموديتيز الى اخره، عقود شراء عاجله الى اخره، كل المشتقات اللي مرتبطه بهذه الامور ممكن احنا نكون ننصح فيها وبنتعامل معها مع عملائنا. هذه الادوات كلياتها بكون تتأثر كثير بأوضاع السوق الوقتية. أكيد. فيعني يصعب إنه الواحد يقول في نظرية معينة اللي بتطبق في كل مكان وفي كل وقت. نعم. إحنا بهذه المرحلة ب2015 صار في تراجع كبير للأصول من هذا النوع بكافة أنواعها أو بمختلف أنواعها بأماكن مختلفة حول العالم وبمنطقتنا. هلا نتيجة هذا النزول وصلت المرحلة لأسعار اللي قد تكون مناسبة للاستثمار. فإحنا صحيح. عم نشوف أنه بهذه المرحلة عندنا عملاء اللي ابتدوا ينظروا أنه الأسعار مناسبة. وإحنا بالنسبة لاستثماراتنا كبنك لا محفظتنا برضو صار عندنا انفتحنا على فكرة أنه نرجع ندخل الأسواق مرة ثانية بالأسعار اللي مقبولة، بنشعر أن أسعار مقبولة وبتمثل أسعار مناسبة للموجودات. أنت ذكرت في بداية الحديث أنكم تقومون أيضا دور الرئيس في تقديم المشورة، أيضا في عمليات الاستحواذ والاندماج كما ذكرت. هنالك فرص دائما عندما تمر الأسواق بهذه الأمور، ويبدو أنه في هنالك اتجاه للقطاعات الدفاعية، الرعاية الصحية على رأسها. نتحدث أكثر عن هذه الصفقة التي قمتم بتقديم الاستشارة المالية الحصرية وهي لكم بعد قليل مشاهدينا. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية، نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية، نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. ونعود لكم من جديد في كلام مسؤول. هذه المرة المشورة والنصح له ثمن، وثمنه سيظهر بالتأكيد لتعزيز الملاءة المالية وكذلك الأرباح. نرحب من جديد طبعا بضيفنا سيد خالد سفري، رئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار. نتحدث عن آخر صفقة قمتم بتقديم المشورة فيها، وأكيد طبعا هذه الأموال التي حصلتم عليها من تقديم هذه المشورة ستظهر في بياناتكم المالية القريبة، أو أثرها المالي ربما سيكون في الربع الأول. أتحدث عن صفقة استحواذ IMS، وهي متخصصة طبعا في الرعاية الصحية، IMS Health على Dimensions Healthcare. يبدو أنه هذا القطاع مرغوب بالرعاية الصحية. الأموال المتحصلة ممكن نعرف كم تم يعني حصولكم، يعني ما هي أتعابكم من هذه الاستشارة؟ هذه المعلومات نعم. احنا طبعا ما بنتداول فيها، يعني ما بنحكي فيها عموما. لكن من الحسد يعني. لا ما هلا الاسواق انت شايف واقفه يعني، فاكيد هلا تحصيل هذه الاموال يعني هل ممكن الاثر احنا كل ما نقوم به خارج اطار الاستثمارات الخاصه فينا هو خدمات اللي بناخذ مقابلها اتعاب. فيعني لما بنتكلم زي ما تكلمنا قبل شوي انه بالنسبه للمستثمرين اللي متعامل معاهم وبنساعدهم انه يستثمروا في الاسواق العالميه عن طريق المنصه اللي احنا مركبينها ومكونينها عندنا، احنا بناخذ مقابل هذه الخدمات طبعاً. اللي بتعطيهم هذه الفرصه رسوم. نفس الشيء بما يخص الاصول الجامده تبعهم، عقار، شركات خاصه، استثمارات خاصه، كل هذه الامور برايفت اكويتي اللي هي خارج اطار التعامل بالاسواق. نعم. احنا برضه بنقدم نصح بما يخصها ايضا للعميل،
وبنساعد العميل بانه يقوم بعمليات استحواذ، بعمليات بيع، بعمليات دمج. يتم الرجوع لكم بعد تقديم المشوره في حال فشل مثلا المشوره او ما وجدوا انه هذه المشوره كانت في محلها يعني؟ لا، هو بالنهايه العميل هو اللي بالاخر راح يوقع على البيع او على الشراء او على الاستحواذ، هو بده يكون مقتنع اذا بتناسبه او ما بتناسبه. ولكن انتم قدمتم لهم كل ما يتعلق بمعلومات او داتا متعلقه بهذا طبعا العمليات. بمساعدتهم بمشاركتهم، يعني هذه الامور ما بتحصل بشكل انه المعلومات عندنا ومش عندهم، يعني احنا بنكون يعني بنقدم النصح، ما بنكون احنا مسؤولين عن الملكيه، ما بتدخل هذه الموجودات او هذه الاصول ما بتدخل أعلم ولكن تحت يعني انتم كبيوت خبره ايضا يعني في هذا المجال، لكن انت تعلم الموضوع ممكن ان يتفاقم الى دعاوى كما تعلم سابقا في بدايه الازمه الماليه، يعني جولدمان ساكس كان طرف في انه قدم مشوره يعني وغيره، ولكن هذا ما نتحدث عنه. لا يعني لا، انتم تضعون في الحسبان انه هذه الامور عليها مخاطر ايضا يعني في فتره طب اثرها المالي متى حيظهر مثل هذه الاستحواذ الاخير؟ هو هذا مش اول عمليه استحواذ بنقدم مشوره حولها، احنا باستمرار عندنا عمليات اللي بنشتغل عليها، وعندنا عمليات اللي برضه بناخذ فيها رسوم هي من العمليات المصرفيه الخاصه وهي المصرفيه الاستثماريه، هذول الجهتين اللي بنتعامل فيهم. كم نسبها؟ النسب العمليه الخاصه والاستثمار. اوكي، هذا سؤال مهم لكن ما فيك تقارنيهم بشكل بسيط، يعني مش اسود ابيض، يعني هم المصرفيه الخاصه مدخولها ورسومها كميات بتكون صغيرة لكن تدفقات واسعة، ولكن بالتأكيد لها نسبة معينة تقريبا تحتسب، يعني لها نسبة مرتبطة بحجم الاستثمار وبكمية التداول اللي بيحصل. لكن بالنسبة للعمليات المصرفية الاستثمارية اللي هي النصح على عمليات بيع واستحواذ والآخره، هذه بتحصل العملية واحد بيشتغل عليها لمدة سنة أو لمدة 6 أشهر أو 18 شهر. طيب. لحد ما تحصل العملية وبيجي الرسوم بتصير بتيجي وقتها. فبينما الاستثمار المصرفية الاستثمارية بتكون تعطيك رسوم بمرحلة وبعدين ما في رسوم ورسوم بمرحلة ثانية لما بتنتج العملية، بينما الاستثمارية المصرفية الشخصية يعني الاستثمار الخاصة بتكون مدخولها مستمرة ولكن بجزئية صغيرة. طيب ذكرتم من خلال التقرير بأنه بالنسبة للعملاء لديكم ذوي الملاءة المالية المرتفعة لديهم ثقة كبيرة بالأخص في الاقتصاد الإماراتي والقطري، ما الذي يميز هذين الاقتصادين عن باقي دول المنطقة الخليجية؟ هلا احنا اسئلتنا بالاستبيان اللي عم تتكلمي عنه اللي بتشيري له، اللي هو الاستبيان اللي بنعمله احنا مره كل سنه، صار لنا 3 سنوات بنقوم بهذا الاستبيان وبنقارن الاجوبه من سنه لسنه حتى نشوف توجهات الناس كيف بتكون وكيف بتتغير بالمنطقه. اللي حصل السنه انه اتضح وهذا كان متوقع الى حد كبير، انه جزء او نسبه اكبر من اللي طرح عليهم الاسئله كانوا وجدوا انه نظرتهم للاقتصاد المحلي في المنطقة بيشوفوها أن في حالة ازدياد بالسوق، يعني worsening. أوكي، فحوالي 40% من اللي انطرح عليهم السؤال أشاروا أنه في تراجع في الوضع الاقتصادي في المنطقة. لكن لما نيجي منقسم هذا الأمور بنشوف بكل بلد في الخليج كيف وجهة النظر، بنلاقي أنه وجهة نظر ببلدان تختلف عن بعض. في الكويت على سبيل المثال النسبه اعلى نسبه كانت بيشعروا انه في الوضع الاقتصادي في حاله تراجع، بينما اذا بتيجي على الامارات مثلا كانت في اقل نسبه تراجع وفي نسبه عاليه اللي بتشوف انه في اكشولي تفاؤل بالوضع الاقتصادي. اكثر نسبه حصلت فيها تغيير كانت بالسعوديه، اللي كان التفاؤل السنه السابقه حوالي 60%، بينما السنة التفاؤل أقل من 10%، ففي تراجع بنسبة التفاؤل اللي صادرة عن السعودية. هلأ إذا كان السؤال اللي بتطرحيه أنه ليش في تفاؤل أكثر أو تشاؤم أكثر من بلد لبلد، هذا الموضوع ما بيظهر من الاستبيان نفسه، لكن إحنا بتعرف عندنا تحليلاتنا وبنقدر نتكهن إلى حد ما. يعني بنلاحظ أنه الدول اللي بتكون أقرب إلى مناطق الصراع تتأثر أكثر، عوامل جيوسياسية أكيد، عوامل جيوسياسية تأثر أكثر. طيب ماذا عن الاستحواذات كبيت من بيوت الخبرة؟
كيف ما هي توقعاتك لعمليات الاستحواذ خصوصا في ظل هذه الظروف؟ هنالك العديد خصوصا أصحاب رؤوس الأموال ينتظرون مثل هذه الفرص لعمليات الاستحواذ والاندماج في المنطقة وفي أي قطاعات حسب توقعاتك؟ يعني هو منطقتنا أبدا ما بتخلو من مستثمرين كبار اللي بيدوروا على الفرص، يعني قناصين فرص يعني. أكيد. فبيحاولوا يلاقوا الفرصة لما يكون في ضعف في السوق، بيشعروا أنه ممكن يكون في فرص للاستحواذ بأسعار جيدة. لكن بمقابل هذا التواجد، وجود العنصر اللي بيحب الاستحواذ بالأسعار كويسة، في عندك أصحاب هذه الشركات وأصحاب الشركات اللي لابد تكون ناجحه اصلا، والا ما حدا بيكون مهتم. كيف لمست شهيه مثل هؤلاء الافراد في خلال عام 2016 ومخططاتهم خلال هذا العام على الاقل؟ شهيه المشترين المفترضين عاليه جدا، ودائما في منطقتنا موجوده هذه الشهيه، وعندهم رغبه انه يستثمروا اكثر واكثر في شركات ناجحه. لكن الجواب على السؤال بيعتمد مش فقط على جهة اللي عنده شهية ليشتري، بدك يكون حدا عنده شهية ليبيع، لأنه إذا كان في عندك مشترين وما في بياعين ما بيصير العمليات. فاللي بيحصل إنه اللي بيملك أو بيسيطر على حصة بشركات ناجحة بكون الظرف الاقتصادي العام صعب، بيعرفوا إنه إذا بده يحاول يبيع بهذه المرحلة بده يقبل سعر، يمكن يضطر يقبل سعر واطي نسبياً. فبفضل في حالات كثير انه ياخر هذا الموضوع وينتظر لما يكون وضع السوق افضل حتى يبيع بسعر افضل. اما الشركات الناجحه فعلا ناجحه جدا جدا، بغض النظر عن الظروف العامه، دائما بيكون عندهم امكانيه انه يطلبوا ويحصلوا على السعر الافضل. نعم. اعود الحقيقه، يعني بدايه 2016 لم تكن جيده للقطاع المصرفي العالمي بشكل عام، لكن يبقي بنك المركزي الاماراتي اعينه ويراقب بشكل واضح على الملاءة الماليه للبنوك ويتصرف بحسب محاذير، حتى التوزيعات يجب ان يراقبها ويشرف على كفاءه راس المال لهذه البنوك. ما هو وضعكم في الربع الاول؟ كيف سيكون؟ ما الذي سنسمعه عن كفاءة رأس المال بالنسبة للبنك، وكذلك عن مقدرته للاستمرار في تحقيق النمو؟ احنا وي ميجر، بنحسب النمو مش فقط بنتائج المالية للبنك على ميزانيته بس، احنا بنحسب النمو لأنه احنا بنك استثماري وبنك مختص في الخدمات اللي تكلمنا عنها، نحسب النمو بقد ايه نمو الموجودات او الاصول للعملاء، ونمو حجم الاستشارات اللي بنقدمها. هذا هو الميزان اللي اهم لنا من ميزان من وضع الميزانيه بحد ذاتها. فما دام عندنا نمو في ما يتعلق بخدماتنا للمستثمرين وللعملاء، كل ما هذا بكثير له مردود اكبر وافضل على مدخول البنك. المردود اللي برجع من استثماراتنا كمستثمرين كبنك نفسنا بالمحفظة اللي احنا بنستثمر فيها، هذا بكون له مردوده المباشر على على النتائج المالية. عملية تقييم الاستثمارات، يعني انتم من تقدموا لها، ألا هذا ممكن يكون انه معظم النمو ممكن يكون دفتري اكثر ما يكون فعلا محقق؟ زي ما ذكرت سابقا، احنا استثماراتنا كبنك أغلبها الساحق بأدوات سوقية، السوق بيحدد سعرها، إحنا ما بنحدد سعرها لحالنا. بالنسبة للموجودات أو للأصول الجامدة أو الغير سائلة للعملاء، هاي ما بتدخل بحساباتنا إحنا، هذا بيكون بحسابات العميل، وإحنا بس بنقدم النصح بما يخصها. شكرا على إثراءك لحوار هذه الحلقة من كلام مسؤول. سيد خالد صفري، أنت رئيس تنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا لك. إذن بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا الأسبوعي من برنامج كلام مسؤول، لكم من أجمل تحية وإلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية الخطوط الجوية القطرية. نطير بكم إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.